مساء الخير. مساء الخير يا سلام. حضرتك لو سمحت عايز اعلمنا. تحت امر حضرتك. يا اخي انت عايز روشيتا دي؟ صورت هنا ولا ايه؟ عايز روشيتا هنا. دي انت كشفت عند الدكتور؟ الدكتور عنده عياده؟ امال عنده محل؟ دكتور عنده عياده دكتور كبير. أيوه. كمان عياده وكده يعني؟ عياده وكده. ومرضى بيروحوا له كده؟ طبعا. ليه خير في ايه يعني؟ في حاجه غريبه قوي. ايه الغريب فيها؟ الروشيتا دي بتاعت حضرتك؟ ايوه بتاعتي. متاكد؟ ما عندكش العلاج ده ولا ايه؟ ايوه متاكد. مش مساله ما عنديش العلاج. امال ايه في ايه يعني؟ انا اول مره ادخل اجزخان اوصف علاج. ساعات كده بترجع؟ ساعات برجع؟ أيوة. لا 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 برجعش. طب نفسك ما بتبقاش غم عليك؟ نفسي غم عليا؟ يعني حضرتك دي اعراض حمل دي يا بيه. انت بتقول ايه غمه وترجع ايوه انت بتروح. لا طبيب رجاله مش طبيب حريم. ايوه انت ساعات بتتوحم على حاجه؟ لا لا ما بيحصلش. ملوحه مثلا او حاجه؟ سجق؟ سجق ايه؟ لا بترحم على المنبار. سجق ايه يا عم انت؟ يا استاذ انا دكتور ولا مش دكتور ولا صيدلي ولا ايه بالظبط؟ ايوه يا استاذ. امال ايه الدواء ده؟ الدواء الاولاني ده للترجيع وده للغممان النفس وده للوحم. لما تكون بتتوحم على حاجه. الروشيتا دي عشان واحده حامل يا استاذ. دكتور؟ دكتور انت مش دكتور. ايوه ما انا بقول لك. لا لا انت مش دكتور على فكره. امال انا ده ده علاج طبيب مش اول مره اصرفه. بس في ايه؟ ما تزعقش معايا. لا لازم ازعق. ايه اللي بتقوله ده؟ بس في ايه؟ اتفضل. هو انا اول مره اصرف العلاج ده ولا ايه؟ خلاص حضرتك اتفضل يا دكتور حسين شوف المشكله دي. مالك الراجل اللي بيبقى ايه بتكلم يا حسين؟ امال انت ايه طيب؟ انت هنا يعني تضايق الزباين يعني ولا ايه؟ دي حاله غريبه جدا يا دكتور اتفضل حضرتك. يا عم غريبه ايه وبتاع ايه؟ ايوه يا استاذ فيه. انا بقى جيت اقول له اصرف لي العلاج. خلاص خلاص خلاص. خلاص ايه ده؟ انت كشفت عند الدكتور؟ وبعدين بقى معاكم بالظبط يا استاذ بالراحه. وبعدين معاكم يعني؟ انت كشفت عند الدكتور؟ ايوه كشفت عند الدكتور. يعني دي روشيتا الدكتور؟ امال الدكتور روشيتا اتسبك؟ انت لما بتطلع السلم بتنهج؟ بنهج؟ بس لا ما بنهجش. بتنهجش؟ ما بيحصلش. طيب بترجع؟ اه والله. انت راجل هتقول لي بترجع؟ انتوا ايه حكايتكم بالظبط؟ بتتوحم؟ متوحم؟ اصل دي مش روشيتا. انتوا دكاتره ولا مش دكاتره؟ دي روشيتا المكتوبه دي بتاعت حامل. انتوا قولي موقفكم هنا. دي حامل؟ ايوه دي بتاعت حامل. يا استاذ انت قول للدكتور بتاعك حامل ايه؟ كاتب لك حواليه بتاع حامل. حامل ايه؟ وانا اول مره اصف العلاج ده؟ ايوه انت دكتور ولا راجل ولا مش دكتور؟ ده خريج بقى له 20 سنه. 20 سنه؟ بس دواء غريب قوي. من نفس الادواء اقرا بالانجليزي اهو. كلوش برنس كراكستاكا بتاع الغمامات. استنى بقى يا اخي. ساكوني بلاشي كاتيكا لاتينا. مش هو ده؟ انت بتتكلم هندي ولا ايه؟ هو مفيش غير بقى الدكتور الاخصائي المستشار بتاعنا. مستشار ده دكاتره ولا مش دكاتره ولا ايه بالظبط؟ مستشار بقى هو اللي احنا في محكمه هنا. المستشار هو اول مره اشوف مستشار في اجزخان. يا عم احنا ممكن نديك الدواء ده وبعدين يبقى غلط عليك. هو احنا محكمه هنا مستشار. غلط عليك كده. غلط عليك. وايه اللي غلط عليك؟ ما بياخدوش الا في الشهر الخامس. خامس؟ في الشهر الخامس هي اللي تاخد الدواء ده. ثواني بقى. تاخده في التاسع بقى مش في الخامس. لا المستشار اهو. يا مستشار ايه يا عم انت؟ احنا في محكمه هنا. مستشار محمد اصحى يا دكتور. يا سياده المستشار محمد اصحى يا دكتور. وادي الثاني وادي النوع الثالث. مسك يا بابا الدواء ده بقى احنا بنوزعه هديه من الصيدليه ببلاش من غير ولا من غير الفلوس اللي انت اديتها لي ده تديه لبابا ده يعني اي سخونه ينزلها اي حاجه قولي له ده هديه من الصيدليه حطيه بقى في الشنطه جوه هنا كده وخلي بالك اوعى يتكسر ولا اي حاجه يلا مع السلامه ايوه يا باشا تحت المسنود ايوه ايوه ار ان اس وشيل 20 و15 25 34 جنيه ونص 34 جنيه ونص اللي حضرتك دلوقتي الدواء حالا بس انا هديك علبه الدواء اللي هي مفاجاه هديه هديه من عندنا لاي واحد بيتعامل معانا ببلاش اتفضل حضرتك دي ضد اي حاجه برد سخونه اي حاجه دي ببلاش حضرتك يعني احنا بنديها كده سنه ثلاث مرات برد في اليوم دي ثلاث مرات في اليوم وممكن بعد الاكل او قبل الاكل ان دي هديه زي ما انت تحب حضرتك بقى انا هجيب لك دلوقتي نوع برضو من الادويه انت حضرتك هتشوفها حالا ثواني كانت هنا العلبه ايه ده ايه ده ايه ده خير في حاجه دكتور الاخ الثاني دي الدكتور قال لي دي هديه ماشي ايه ايه في حاجه على حسين ولا ايه ده سم سم ايه ده ده ده, ده الهديه اللي احنا بنوزعها يا ابني مش هو ده هو ده يا دكتور انتوا حد قبل كده لا لا ما بقى ايوه ايوه لا من دي بنت صغيره لا ما تكذبش في بنت صغيره جت خليها دلوقتي مفيش حد يا ما تكذبش ما تكذبش ده حد من الادمين بس هتكذب لا لا في يعني نروح في داهيه لا في بنت صغيره بنت صغيره بنت صغيره ابوها تعبان يخرب بيتك انا اسف يخرب بيتك انا اسف يخرب بيتك حضرتك
ودي روشات بتاعتها كمان. هنسجن. انا ما اعرفش انتوا قلتوا لي وزع على الهدايا، انا فاكر ان هي دي الهدايا. سر فعلا؟ طب اعمل اي حاجه. اسم ابوها اهو، اسم ابوها اهو، الله يسترها معاك. بنتك هتوديني في داهيه. انا اسف، انا قلت لازم تقول له في بنت. ايوه ما كان ممكن. أيوة. الو المحافظه الحاج مضر. ايوه يا فندم، انا حندوق صاحب الازغنه. ايوه يا فندم، في بنت هنا خدت دم، خدت دواء، قصدي دواء في سم قاتل. ابوها اسمه احمد ابراهيم، ساكنه في دير النحاس. ارجوك يا فندم، ارجوك يا فندم، لازم تبلغ تعمل نشره في الراديو. انا اسف يا فندم، ما اقدرش. ابوها اسمه احمد ابراهيم يا فندم. ايوه يا فندم، اعمل نشره في الراديو. ايوه يا فندم، حاضر يا فندم، حاضر. انا اسف، انا اسف، انا اسف، انا اسف. هتوديني في مش كلمت ساتر حكم دار؟ افتح الراديو. قال لك ايه؟ انا هزعق على الراديو. على الراديو؟ اه اهو. من حكم دار العاصمه الى المواطن احمد ابراهيم القاتم في دير النحاس، لا تاخذ الدواء، الدواء فيه سم قاتل. نحاس في ايه؟ تعالوا فين الدكتور؟ في ايه؟ فين الدكتور صاحب الأبزخانة؟ ليه؟ ده فين مسروع عليا؟ ما ده هيسرع بدل يا حمدي؟ فين ايه؟ يا لا لا، فين الدكتور صاحب الصيدلية؟ يا أستاذ يا أستاذ الراديو حياة بني آدمين. فين الروشيت وفين الدكتور؟ أنا هقول لك حاجة، احنا هات ال 50 جنيه. احنا بس هقول لك حاجة يا أستاذ، ما تقوليش. طب ممكن نسمع؟ ما تقوليش. احنا بس بالراحة بالراحة يا أستاذ، احنا هديك ال 50 جنيه، أصل احنا هنا شغالين في الأبزخانة بنغسل وبتاع، فصاحب الدكتور مشي وقال لنا إيه؟ اوقفوا فورمان جايز ننفعه ونعمله. تنفعوه وتموتوا الناس؟ لا هات ال 50 جنيه. 50 جنيه انا عايز الدكتور صاحب الصيدليه لو سمحت. لا 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 فلوسي. يا دكتور محمد، يا دكتور محمد، محمد دلوقتي، يا دكتور محمد. اصل يا عم الدواء ده الاولاني للترجيع، الدواء ده الغمامان النفس. هات انا عايزه، هات وخلص. بس دواء هو ده دواء يتصرف لحامل يا عم، واحده حامل مالكش دعوه، اصرفه وخلاص يا عم. يلا يا عم، خلاص. ايه؟ لا اله الا الله، خلص يا عم، اصرف لي الدواء ده، خليني امشي. يا استاذ دواء يتصرف لواحده حامل، غمامان نفس وترجيع. يا سيدي انا عايزه غمامان نفس تنجان ازرق، عايزه خلاص عشان امشي. خلاص يا عم، انا بستفسر بدل ما اديك الدواء كده. انت بتعرف انجليزي يا استاذ؟ بتعرف انجليزي يا عم الحاج؟ خلاص يا عم، اصرفها من زخانة تانية. هتصرفها ولا مش زخانة تانية؟ يعني انت عايز الدواء ده؟ في ايه؟ في ايه؟ في مشكلة. ايه مشكلة ايه؟ الاستاذ جاي يصرف ادوية غريبة جدا يا دكتور حسين. سوالي 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 بروكسيس تفلانتي كريكت تراتش توك تاك بسك. انت ده بتاعتك؟ طبعا. كشفت عن الدكتور؟ اه طبعا. ها؟ طبعا عن الدكتور. الله، بتوحم على ده حامل ده. صلى الله. ايه ده يا عم؟ ايه هو قال لي كده برضه؟ ونفس الروشته دي يا دكتور حسين. هو قال لي ده، قال لي كده برضه. دي بتاعتي انا، دي بتاعتي انا، مش طب ثواني بس. هي الكلام ده اللي كان بيقوله هو اللي الاستاذ بتاعي. دي بتاعتي، دي بتاعت حوامل. ايه حوامل ايه وبتاع ايه؟ في ايه بالصلاه؟ ما الروشته اهي. هو الروشته دي مش بتاعك واحد ولا انت في ايه يا عم؟ انت هو يا عم، انتوا الاثنين بترجعوا؟ انت في ايه يا عم؟ انت هو. ايوه انا اسمع كلام الدكتور حسين. لا بقول لك ايه؟ طب هقول لك على حاجه. استنى ايه؟ احنا جايين. خلاص المستشار، المستشار هو اللي يعرف. احنا حاجه في النيابه. دكتور محمد اصحى يا دكتور محمد. طب اعمل ايه؟ هتسجن. اعمل ايه؟ هتسجن. طب والبنت اللي ماشي ده؟ هتسجن. ايوه والبنت اللي ماشي ده. أيوة. بس استنى يا استاذ. استنى ايه؟ اعصابي. معلش معلش يا دكتور حسين، روشته بتاعتنا اهي. اخر هو انت صيدلي ولا اخر العمر السجن فينا غصب عني؟ ما اعرفش ما اعرفش ايه دي. هتسجن. انا اهو هتسجن. اتصرف ارجوك. حاجه دي انا بلغ عنك. ارجوك اتصرف يا دكتور حسين. اعمل اي حاجه، اتصرف ارجوك. الو المحافظه. ايوه يا فندم، هنا بالدين الحاكم دار. ايوه يا فندم، انا الدكتور حمص. انا الدكتور حمص. ايوه يا فندم الاغزخانه. ايوه صاحب اغزخانه يا فندم. في بنتي هنا صغيره خدت الدواء لابوها، الدواء فيه سم قاتل. ابوها اسمه احمد ابراهيم، ساكنه في دير النحاس. ارجوك يا ارجوك يا سياده الحاكم دار، انا اعملوا اي نشره في الراديو ولا اي حاجه عشان خاطري. ربنا يستر. افتح الراديو، افتح الراديو بسرعه. من حكم دار العاصمه الى المواطن احمد ابراهيم القاتم في دير النحاس، لا تأخذ الدواء، الدواء فيه سم قاتل. الحمد لله. رشرة شغالة. من دار العاصمة. فيلم بتاع عماد حمدي ده ولا ايه بالظبط؟ انا عايز اعرف ده فيلم ده ولا تمثيليه ولا انتوا عاملين عليا ايه؟ انا هوريكم انا بقى. انت تعرفش ان انا مين؟ لا خلاص. لا انت ما تعرفش ان انا مين. بس خلاص خلاص. يا دكتور امال ايه؟ مين الدكتور محمد؟ الدكتور محمد. امال انت الدكتور ايه؟ دكتور محمد. فين دكتور محمد ده؟ وريني يا عم اي حد هنا. اصحى يا دكتور محمد. يا دكتور محمد اصحى. دكتور يا دكتور محمد.
عايز اصرف الروشته دي يا باشمهندس. والنبي يا اسطى عايز اصرف اصرف الروشته دي. انت بترجع؟ ايوه. وانت نفسك بتغم عليك على طول يا دكتور؟ اصل هو انتوا الاثنين بتتوحموا؟ اه بنتوحم على الاحمد. اصل شكلك كده مش دكتور. احنا عايزين الدكتور محمد. طب ثانيه واحده. يا دكتور محمد، يا دكتور محمد. ايه هو كويس واحد دكتور محمد؟ دكتور محمد مش عارف انام. اديني عقلك. Thank you.